السلام عليكم خوتنا وحبابنا، صباحكم مبروك. تحياتي لكم الخوت. راه مباشره من السوق خميس سيدي حجاج ولاد مراح اقليم سطات، راه بتاريخ الخوت 7 جانفير 2023 الخوت. اليوم غنسولوا ان شاء الله على الاثمنه ديال البال ديال القمح والبال ديال الشعيره الاخوان، والتبن مطحون ديال الشعير والتبن مطحون ديال القمح والفص الاخوان الله يبارك. وغنشاركوا معكم ان شاء الله كاع الاثمنه. اليوم راه قال لك السوق ديال هذا الشيء ديال العلفه الخوت هذا بشويه تزيد وما عرفت، والله يعطينا ان شاء الله شروه ديال الشتا ان شاء الله ما اكثر. انا راه اول مره غادي ندخل لهنايا الخوت وغنشارك معكم هذه الخيرات. تبارك الله، راه الاجواء راه زينه تبارك الله، هذا الشيء اللي كاين هو فرجه ممتعه. وما تنساوناش الدعم ديالكم، وهذه هي المزاب الخوت. مرحبا بكم اللي جا هنا، راه مرحبا والف مرحبا الاخوان الله يبارك. خيرات تبارك الله. انتم الاخوان اللهم بارك. واجوا ان شاء الله تسوقوا معنا وشوفوا الاثمنه اليوم. بغينا ندوزوا، ما استناش منين ندوزوا الاخوان، كاين شويه الضيق الله يبارك. مشاو ندوزوا الخوت، نشاركوا معكم ان شاء الله كل شيء. اللهم بارك. خيرات تبارك الله. طيب شحال بعتي يا المعلم؟ السلام عليكم، كي داير؟ بخير، باقي على الله ياك؟ سير الله يسخر، باقي على الله الخوت. احنا جينا على الصباح هاني يا ولما. ها؟ لا انا دابا اختصاصي في الحولي، جيت اليوم نشارك. نشاركوا بعدا مع المشاهدين. هذا ديال الشعير ولا القمح؟ محمد دو معاك محمد. 1050 درهم قال القمح ياك؟ قمح. وسولت واحد السيد قال لك بالنسبه لهذا الشيء هذا باش تزيد شويه ياك؟ هذا باش طلع ياك؟ وعلاش؟ 15 دابا دينا 10. وعلاش؟ شنو السبب؟ الشتا ياك. والناس كتقول زعما راه الشتا مني كتصب شويه كيرخص هذا الشيء. كلشي ما حدو في الثمن، طالع في الثمن. والله يصحب. معتي هذاك الربيع. معتي هذاك الربيع. صافي هذا باش راه شويه يتنقص الثمن. والله يحفظك اخويا وكنشكروك. دابا السبعه ولات راه باقه. باقه ياك. باقه السبعه فيك. باقه الماكله زايده العام. باقه الماكله. وطالع في الثمن. باقه طالع في الثمن على ما وجد السبعه. امين امين. الله يعطينا ان شاء الله شروه ديال الشتا على قد نفع. كي داير؟ بخير. بعدا مازال ما بعتيش؟ لا اخويا دابا بعت البارح هادشي. اييه هذا ديال هذا قمح ولا شعير؟ شعير. شعير بشحال بشحال كتبيع اخويا؟ اخويا كله اصلا ما كاينش. اييه هذا وقال لك الله يحفظك وتحياتي لك اخويا، الله يجيب لكم التيسير. بحال الوقت شويه مع هاد الشتا راه غتنزل. ياك الحمد لله. والوقت عاد كتفرح. امين 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 اخويا الله يحفظك. ما يكون الخير ان شاء الله. ايوا انتم الاجواء تبارك الله وفرجه ممتعه الاخوان. خيرات تبارك الله الاخوان. حاجه مليحه. وكي داير؟ وهذا ديال التبن ولا تبن شعير ولا قمح؟ شعير ولا قمح؟ ها؟ ديال القمح هذا ياك؟ شحال بعت يا اخويا؟ باقي على الله ياك؟ عطاوك 850. هذا قول لك يعني عطاوه 850 الاخوان. حاجه مليحه. اش حاجه مليحه، الله يجيب لكم التيسير اسيدي. امين. خيرات تبارك الله اليوم. كي داير؟ بخير. تبن هذا مطحون ديال الشعير ياك؟ هذا ديال الفارينه، مع شحال الخيشه؟ 60 درهم ياك؟ قال لي 60 درهم الخوت 1200. هذا ديال الفارينه الخوت. هاتوما هذا ديال هذا العام ياك؟ هذا ديال هذا العام. هذه فصل 70 درهم باش بعت ياك؟ 70 درهم الاخوان باش بيع 1400 الله يبارك. هذا ديال الشعير. هذا شعير ياك؟ شحال 13؟ فوراج. هذا ديال الفوراج الخوت. بال ديال الفوراج الاخوان شحال شحال بعتي؟ 65 درهم 1300 الاخوان الله يبارك. الله يسر لك اخويا الله يسر. مشاو اتجاه اخر الخوت والله يجيب تيسيره. وبالنسبه للاثمنه واش كاين الثمن؟ باقي شي الثمن ياك؟ واخا صبت هاد الشتيوا عاد باش تزيد ياك؟ ايوا ان شاء الله الله يرحم فينا، الله يزيدنا ما اكثر ان شاء الله.
والله يثوب. تبارك الله عليك اخويا. السلام عليكم. كي داير؟ بخير. امور هاني يا اخويا. هذا الثمن ديالاش؟ هذا البال ديالاش؟ ها ديال القمح. ديال القمح شحال بعت يا اخويا؟ 35 ريال. ياك الله يبارك. 650. 650. 650 قال لك 35. 35 ريال. 650. 70 70 راس 700 ريال. 35 راس هذا قال لك باش بعت ياك 650. ديال هذا العام ولا ديال العام الاول؟ ديال عامين. ياك عامين هذا قال لك. وتبارك الله عليك كنشكروك اسيدي. كي داير السوق؟ كي صابح السوق اليوم؟ شويه ياك. الحمد لله صبت الشتي ورا وقت بعدا راه عادت مزيانه. ياك هو الحمد لله. الله يعطينا ان شاء الله شروه الشتاء ما اكثر ان شاء الله يا رب. لا حلق وهذا وقال لي فيه. تبارك الله عليك اخويا كنشكروك اسيدي.